التحية دي أنا بهديها لحتة من أرض مصر، حتة أنا بنتمي ليها والكل مصري شارك فيها. المكان ده هو المكان اللي اتعالجت فيه من السرطان. كل لحظة عشتها في 57/3/57 كانت بتديني القوة هناك. الحب في عيون الممرضات كان بيقويني، الإصرار اللي كنت بحسه من الدكاترة، حتى الأمل في عيون الموظفين، كل ده كان بيقويني. لسه فاكر ضباط الجيش لما جم زاروا المستشفى، واحد من الضباط اداني مسدس لعبة وقال لي أنا عايزك تتخيل إن المرض عدو قدامك وبتحاربه. النهاردة بعد 10 سنين أنا خفيت وبقيت عسكري ومعايا سلاح حقيقي مش لعبة، بحمي الناس اللي في يوم من الأيام اتبرعت عشان تبني مستشفى تحمينا من المرض. أنا بهدي تحية لكل واحد حتى لو معرفوش بس كان سبب بتبرعه إنه يرسم ضحكة على الوشوش. شفا أولادنا وقصص نجاحهم وانتصارهم على السرطان بإذن الله كان وراها من أول يوم بنك بيساعدنا، مش بس من خلال فروعه في كل مكان ولا موظفينه الجدعان اللي بيجمعوا لنا الجنيه على الجنيه، ده كمان بفكر الإدارة الراقي وإحساسهم الوطني ووقفتهم في ظهرنا إيمانا منهم بشفاء أولادنا بإذن الله بيشاركونا بحب في استكمال مشروعاتنا. شكرا البنك الأهلي المصري. جنيه من حد ما تعرفوش هيرسم ضحكة على الوشوش، قلناها ولسه بنقولها، اتبرع ولو بجنيه، اتبرع باللي تقدر عليه. مؤسسة مستشفى 57/3/57 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.